في اطار حرص القوات المسلحه على الاهتمام بمنظومه الاعداد والتاهيل للكوادر الفنيه والمهنيه وفقا لارقى المستويات حصلت اداره التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحه ومراكزها على شهادات الايزو في مجال جوده التعليم والسلامه والصحه المهنيه هذا واكد لواء اركان حرب طارق عبد العال مدير اداره التعليم والتدريب المهني حرص اداره التعليم والتدريب المهني على تطبيق سياسه الجوده بمفهومها الشامل لتقديم خدمه تعليميه وتدريبيه تتماشى مع المعايير الدوليه وتخريج كوادر متميزه قادره على تنفيذ مهامها باحترافيه مع استغلال فائض الطاقات التدريبيه لتدريب وتاهيل الكوادر التخصصيه في المجتمع المدني